الآن إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث قال رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي إنه لا يعتقد أن المفاوضات يمكن أن تتوصل إلى نتيجة هذا الأسبوع. من جهته جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني موقف بلاده من إحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران ستعود إلى التزاماتها كاملة بعد عودة الأطراف الأخرى والتحقق من رفع العقوبات الأمريكية عنها. لا وصول حتى الآن إلى نتائج في العاصمة النمساوية فيينا. يحتاج المجتمعون بضعة أسابيع إضافية لترتيب التفاهمات، يؤكد ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف. ولا تنتظر إيران جديدا من الجولة السادسة للمفاوضات هذا الأسبوع، يقول كبير مفاوضيها هناك. إن كانوا يريدون العودة إلى الاتفاق النووي ويريدون أن تعود إيران للالتزام بجميع تعهداتها فيه، عليهم أن يتخذوا قراراتهم الصعبة، وعليهم أن يطمئنوا طهران أن ما حصل سابقا لن يتكرر. أستبعد أن نصل لنتيجة نهائية في هذه الجولة أو التي تليها. متريثة إيران، فالأعين داخلها وخارجها على من سيقطف ثمار التفاهمات من بعد رحيل الرئيس الإصلاحي حسن روحاني. يؤكد روحاني للغرب أن طهران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية عبر برنامجها النووي، لكنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 63% إذا ما دعت حاجة البلاد الصناعية لذلك. إنها رغم كل ذلك ما تزال ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق الذي يجمعها مع الغرب. إذا التزمت أمريكا وبقية الأطراف بتعهداتها، فإن إيران ستعود مباشرة إلى كامل التزاماتها بعد التحقق من رفع العقوبات. إنها رسالة صريحة إلى أوروبا وأمريكا. جمهورية إسلامية إيران هم. المباحثات التي تشرف على جولة سابعة ترى إيران أنها بعد لم تصل إلى طريق مسدود. المباحثات لم تصل إلى طريق مسدود، ومن المبكر الحكم على نتائجها، ومن المستبعد أن تكون الجولة الحالية نهائية. على أمريكا اتخاذ قرارها باعتبارها من نقض الاتفاق النووي. زاد رد على رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد بأن سلوك القادة الإسرائيليين مشترك. فنفتالي بنت ردد ما كان يقوله غريمه نتنياهو: تجديد الاتفاق النووي مع إيران سيكون خطأ، وإسرائيل ما تزال مستعدة للتحرك ضدها. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بك حازم. يعني بعد أن كنا نتابع في الجولة الخامسة والحديث عن أنها ربما تكون الأخيرة والحديث عن مسودة اتفاق وبعض العراقيل، بدنا الآن نسمع أحاديث فيما معناه وكأن الأمر سيطول إلى أسابيع. لماذا؟ بالمجمل رولا، يمكن القول بأن التفاؤل دائما كان يحكم الجولات السابقة وهذه الجولة أيضا، ولكن هذا التفاؤل دائما كان ممزوجا بالحذر، حذر من أن الأمور قد تصل إلى مرحلة التي وصلت إليها الآن. الآن باعتقاد طهران الأمور وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى اتخاذ قرار سياسي من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق ببعض القضايا العالقة والمتبقية. 90% تقريبا من الأمور تم حلها خلال الجولات الماضية، ومنذ البداية تم العمل على نص التوافق، وكان هناك الكثير من الفراغات في هذا التوافق وفي هذا النص تم ملؤها تدريجيا. الآن الأمور وصلت إلى ضرورة باتخاذ قرار سياسي من قبل طهران، من قبل واشنطن كما تقول طهران. لماذا؟ لأن إيران مصرة على رفع العقوبات كاملة، جميع أنواع العقوبات، سواء تلك التي عنونت تحت البرنامج النووي الإيراني أو تلك التي عنونت فيما يتعلق بنفوذ إيران في المنطقة ودورة في المنطقة أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. هذا من جانب. من جانب آخر، إيران أيضا مصرة على أن تتحقق من رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور تحتاج إلى قرارات من قبل الإدارة الأمريكية. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقشي
يقول بأن طهران اتخذت قرارها الصعب عندما بقيت في الاتفاق النووي، عندما انسحبت منه إدارة دونالد ترامب، بقيت في الاتفاق والتزمت به لعام كامل، ومن ثم بدأت بخطوات تدريجية تحللت من خلالها من القيود التي فرضها الاتفاق النووي. لذلك الآن الدور على الإدارة الأمريكية باعتقاد المسؤولين الإيرانيين، هذه هي تبدو العقدة الأبرز في الجولة السادسة، لذلك طهران تنتظر القرار الأمريكي على ما يبدو. شكرا لك من طهران مراسلنا حازم كلاس.